ثلاث أسباب وراء إلغاء أجازة بايلر رغم توقف الدوري. المدرب السويسري يبدأ الاستعداد للزمالك وترقب كرة دوري الأبطال الأفريقي. نبتدي بالجزء الأولاني، إن في ثلاث أسباب من خلال اللي كاتبينه طبعا في جريدة الأهرام. سبب إلغاء الأجازة من قبل مستر فايلر، وإحنا عارفين إن كان مستر فايلر مدي ثلاث أو مدي يومين بالظبط أجازة لفريق النادي الأهلي بعد مباراة أسوان، وتم إلغاء هذه الأجازة. فبالتالي الأسباب الاستعداد الجيد لمباراة الزمالك، ده سبب. عدم رضا عن مستوى بعض اللاعبين، وده ممكن تكون من خلال وجهة نظره الفنية، وممكن يكون هو شايف بعض الجوانب الجمهور ما ياخدش باله منها وعايز يعالجها ويطورها، وده شيء إيجابي جدا. وكمان لمتابعة تدريبات ومباريات الناشئين، ده طبقا يعني المكتوب في الخبر، عشان يختار بعض العناصر اللي يكونوا موجودين في التدريبات خلال الفترة القادمة بسبب نقص العددي. من ضمن أجزاء هذا الخبر أيضا أن المدرب السويسري يبدأ استعداد للزمالك ويترقب قرعة دوري الأبطال الأفريقي. القرعة بعد بكرة بإذن الله، القرعة هتبقى مهمة جدا، عايزين نعرف المجموعة بتاعت النادي الأهلي هتكون إيه. إن شاء الله نتمناها مجموعة مناسبة، رغم أن البطل دايما ما بيبقاش مترقب هيقابل مين أو نفسه ما يقابلش مين وكلام من ده، لا، اللي عايز ياخد البطولة يكسب أي حد، يعني اللي يجيله يلعبه ويكسبه. إن شاء الله بإذن الله يكون موفق قدام كل المنافسين، لأن المنافسة السنة دي على طول دوري أبطال أفريقيا هتكون منافسة غاية في الصعوبة. فإن شاء الله النادي الأهلي قدها، وباذن الله يقدروا يجيبوا لنا هذا اللقب. ارتياح بعد نتائج الفريق ده بالطبع، ومحسن صالح يقترب من لجنه التخطيط خلفا لطه اسماعيل، فعلا هو الاسم الاقرب حتى هذه اللحظات. طيب نروح لجريده الجمهوريه، وجريده الجمهوريه بتقول ان في وديه، وزي ما خلاص احنا قلنا الكلام ده لحضراتكم، ان في مباراه وديه استعداد للزمالك، وزميلنا العزيز كمان شريف شعبان قال لنا المباراه هتكون يوم الاثنين الجاي. فبالتالي فايلر الاهلي يرفض الراحه، وده سياسه خاصه بالمدير الفني، لكن هيكون في راحه يوم الجمعه والسبت المقبلين، وبعد كده الفريق يستأنف استعداداته لهذه المباراه.